سيد تميمي، لو أننا تحدثنا وهدفنا هو رجل الشارع العربي، يعني رجل وامرأة الشارع في العالم العربي، هل ترى أنه من الأفضل أن نخفض سقف التوقعات لكي لا يصاب هؤلاء بخيبة الأمل، أم أنه بالفعل هناك أفق لتحقيق تقدم في قضايا كثيرة شائكة مطروحة على موائد القادة في جدة؟ نعم، شكرا جزيلا للسادة محمد، وتحية لكم ولجمهوركم ولضيوفك الكرام. بالتأكيد يعني هناك الكثير من التحديات التي تواجه المنظومة العربية، ولكن شيئا فشيئا يبدو أن هناك ارتياح لهذا التقارب العربي، حل الكثير من الأزمات الداخلية العربية العربية. أنا سأتحدث بالنسبة للعراق، فالعراق منذ السنوات القليلة الماضية تطورت علاقاته بشكل كبير مع محيطه العربي. اليوم لدينا أكثر من مثل تجاري مع المملكة العربية السعودية، وهناك تطور وهناك زيارات متبادلة إذا ما قرنت في السنوات الماضية حينما كانت هناك قطيعة عربية عراقية. وأيضا لدينا علاقات قوية عادت مرة أخرى بيننا وبين المملكة الأردنية وحتى جمهورية مصر العربية والعديد، على الأقل هذه الدول العربية المحيطة بالنسبة والمجاورة داخل المحيط الإقليمي والجغرافي للعراق. هذه الأمور طبعا عكست شيء من الارتياح. العراق يعني عبر الكثير من الأزمات خصوصا في الجانب الأمني. اليوم العراق يشهد استقرارا أمنيا ملحوظا، لا توجد عبوات ناسبة ولا سيارات مفخخة، لكن بالتأكيد العراق يحتاج إلى دعم أشقائه العرب خصوصا في مجال الجانب الاستثماري والاقتصادي، وهذا ما حصل بالفعل خلال السنوات الماضية. عقد أكثر من قمة يعني عراقية عربية داخل بغداد، وحضرها زعماء عرب كبار بينهم الرئيس المصري ورئيس مجلس الشورى السعودي والعديد من الأمراء والرؤساء، بمعنى أنه بالفعل هناك تحسن وهناك تقارب. العراقيون الآن يمرون بأزمات اقتصادية، هناك الكثير من الأزمات التي تواجههم على مستوى الجانب الاقتصادي، لكن العراق يمتلك الثروة ويمتلك النفط، ولكن يريد أن يستثمر هذه الأموال وهذه الثروات الطبيعية في تطوير اقتصاده وتوفير فرص عمل، إضافة إلى يعني حل الكثير من العقد والمشاكل التي تواجه العراق، وفي مقدمتها قضية الجفاف في العراق، هذه واحدة من التحديات، وأيضا التوغل الإقليمي والتدخل الإقليمي في الشأن الداخلي العراقي. أنا أعتقد أن يعني العلاقات العربية ستوفر الكثير من ما يحتاجه العراقيين على مستوى استعادة القرار السياسي المستقل بالنسبة للدولة العراقية، وايضا توفر مساحه كبيره لتوفير فرص عمل وتطوير الاقتصاد العراقي. لهذا هناك ارتياح، والقمه العربيه فيما يبدو هذه المره مختلفه ابتداء من مشاركه الجمهوريه السوريه، اضافه الى رغبه واضحه لدى العديد من القاده العرب بعبور الازمات وتجاوز هذه الازمات التي مرت بها المنظومه العربيه. لهذا الشارع العراقي الان يراقب هذه القمه العربيه وهو يشعر بارتياح، وخصوصا انها تعقد في دوله يعني مجاورة العراق، دولة لدينا معها علاقات قوية، علاقات على المستوى يعني العربي باعتبارها دولة شقيقة ودولة مجاورة للعراق، إضافة إلى أن لدينا أيضا اليوم علاقات متطورة مع الجانب السعودي. اليوم بإمكان المواطن العراقي أن يقود سيارته الخاصة ويدخل إلى المملكة العربية السعودية ويتجول، بمعنى أننا يعني تجاوزنا الكثير من الأزمات. صحيح. مع المملكة العربية. صحيح. السعودية، وهذا أيضا يتعلق بالدول العربية الأخرى. اليوم المنظومة العربية تشعر بارتياح، لدينا حكومة جديدة فيما يبدو هذه الحكومة يعني غايتها الأساسية هو تطوير ومزيد من يعني العلاقات، تطوير هذه العلاقات مع المنظومة العربية.